صباح الخير، فيني جوع، ابي اكل اكل. خلاص بتكلم خلاص. انت تدور مشاكل، انت كاتب طلبتك يا ابو عدنان، ابي تقول لي عن مشاهير انت ما تحبهم بالخليج. مو خاف اقول تزعلون. انا والله في اثنين ثلاثه مو بالعهم مو لي، راح اقول اسامي اثنين كابلز، وفي واحد هذا الواحد سعودي والكابلز اماراتي. يعني المحبه من الله صح، ما احبهم ما واطنهم بعيش ترى. في واحد بالسعوديه اسمه تركي، يقولون انه ولد عبد الله السدحان، اعتقد كذي. يا جماعه دمه ثقيل ثقيل، ما ينبلع، اشرب عليه ماي ما ينزل، اشرب عليه بنزين ما ينزل. المحبه من الله، يعني يمكن هو عنده معجبين بالسعوديه على راسي، لكن انا شخصيا ما ينزل لي من زور على قولتهم. اما الثانيين بالامارات، عاد هالامارات حبايبنا، في كابلز كنا احمد ومشاعل شيء ولا خميس اسمه، ما ادري شيء كذي، خميس احمد ولا احمد خميس مع مشاعل. يبوي وكل ما سوى شيء غلط والناس قامت عليه طلع يبكي طلاق على عينك. الحين لا يطلع لي واحد يقول لي خليك بحالك وخليك ببلدك، لا انا بحالي محترم شغل عدل انتقادي داخليا بس، اما عاد هذا رايعت تحترم غصبا عليك عاد. اخواننا الاماراتيين صلحوا لي الاسم احمد خميس مع زوجته. اللي غثني بالموضوع واسف اني بتكلم صراحه، كل ما سوى شيء غلط مسك تليفونه وقال انا يتيم انا شكو. زين تخيل انا الحين يتيم اروح واكسر سياره، ليش تكسر يا طلال؟ انا يتيم اقوم اصور زوجتي وتلملم وتبوس ها وعلى ونا مقالب وتصكني طلاق على عيني، واذا الناس قامت علي انا يتيم شكو يتيم بالموضوع شكو. تمني الحين كنت بالصيدليه رايح اشتري مقراضه بالكاشير، الا واحد شايب كبير حيل يعني، فيالا واحد يصارخ تعرفني تعرف انا ولد منو؟ لا تقول حق واحد كبير بالسن تعرفني، عرف بنفسك انت، ترى النسيان مؤلم، اذا هالانسان الكبير هذا ذاكرته خانته انت عاد لا يخونك الادب. ترى والله العظيم موضوع ان انت تنسى وتذكرني اني انا انسى يا اخي شيء بايخ. مشوار سريع، شنو هذا مغتر قاعد يسوق قاري، الحرارة 6000.